مشاهدينا أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم ننقل لكم حلقة جديدة من برنامج عين على رمضان من أحد أسواق كركوك من سايدين الحي العسكري، أحد أهم الأسواق في كركوك. نلاحظ أنه المنتجات والسلع شو قاعد الشمس؟ والله عمي رمضان إن شاء الله أحلى الجو إن شاء الله، ربي ان شاء الله موفق لأمة محمد يا ربي. الجو ما مثر عليك الصيام؟ والله الحمد لله واشكر، ما شاء الله خير من الله، الحمد لله واشكر. رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. السلع الموجوده هذه غالبا منين؟ محليه لو كلها مستورده؟ والله اخي بي محلي بي مستورد. اي الشغلات هسه عندنا خس عراقي وهاي طماط عندنا عراقي، اكو شغلات عندنا محلي اكو شغلات عندنا مستورد. طيب انا راح اسالك على سعر الموز، قياسا انا اقيس اسعار السوق على سعر الموز، بيش الكيلو؟ اخي موز 1400 والله جاي نبيعه. اي 1400 زين يعني. زين سعر مناسب ان شاء الله الحمد لله والشكر. شكرا جزيلا. اشكرك يا اخوي رمضان كريم. بارك الله عليك، بارك الله بك اخوي. ما شاء الله اكو اقبال على محلات الترشي، الترشي يمكن الوحيد اللي سعره ما ارتفع هواي، ظل بين 3 و4، شنو الانواع اللي تبيعوها؟ احنا الانواع اللي عندنا المدبس اللي هو يعني الدرجه الاولى وبالرمان ايضا، وعندنا خل التمر الحامض نقول تمر هندي، وعندنا الوسط. اي فالناس مزدحمه على الترشي لان هو الترشي كلش طيب ويا السحور، عفوا ويا الفطور. اي والزيتون للسحور، وعندنا المربى همين ايضا للسحور ما سحور، فالناس تحب اللي يعني هو فشي كلش حلو على المائده. كانوا يقولون انه الموصل هي موطن الترشي، بس دا اشوف انواع ممتازه هنا فيك. لا واكو انواع يعني مثل ما دا اشوف الترشي واكو اقبال عليه. طبعا شيء اكيد الحمد لله والشكر. اسعاركم شلون؟ لا لا نفس الشيء، لان بين 3 و4 و5 نفس الشيء يعني ما اسعار مناسبه. العائله تقدر تاخذها نص كيلو. اي يعني الفقير ياخذ والزنقيل ياخذ والمتوسط ياخذ، يعني المتوفر كلها تقدر تاخذ والحمد لله. شكرا جزيلا حياتي، اهلا وسهلا نورتونا. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين اخوي العزيز. كل عام وانت بخير. شلون تشوف الاجواء، اجواء رمضان والتسوق حاليا؟ والله خير من الله خوش زين. اسعار شلون تشوفها؟ لا مناسبه زين. بعدها مناسبه. اي قاعد يقولون اكو السلع شويه ارتفع سعرها. والله كله رخيص برمضان، بس ظل اللحم غالي. هو الوحيد. اللحومي ولا الباقي كله عادي. هنا بسوقنا الاولي. هذا السوق شو يسمونه؟ السايدين حي العسكري. حي العسكري إيه؟ ايضا سوق مكتظ. إيه؟ يعني هسه كركوك اختلفت، سابقا كان اكو بس السوق الكبير، هسه كل منطقه فيها سوق. سوق السايدين حاله حال سوق الكبير، هسه شوف ازدحام برا، يعني ما شاء الله الساعه انت خير من الله. شكرا جزيلا. شكرا رمضان كريم وكل عام وانت بخير. جزاك خير. جزاك خير. سلام. يقول لنا الصيام شلونك عمي؟ حبيبي عمري شنو هذا؟ منو يسوي؟ شلون؟ كل سنة أنت موجود؟ والله علي كل سنة موجود الحمد لله والشكر. أي رمضان كريم على الجميع. والله طبيعي. أي هاي زبيب طبيعي، وهاي قيسي طبيعي، وهاي الرمان طبيعي، وهاي التمرندي طبيعي. بس هذول المواد مع الموتى. موز، برتقال، ليمون، جوز هذا إن شاء الله قبل الإفطار كله يروح. إن شاء الله. أي والله يعني عندي معامل يعني. أي يجون ياخذون. يعني تقريبا 10 سنوات. أنت مداريهم السعر بيش تبيع؟ والله أبيع 1000. تبيع 1000 رخيص. إي والله رخيص وطبيعي وبامانه اسوي. ليش؟ على مود الناس يرجعون علي. انت كل سنه موجود هنا؟ انا مو بس سنه، كل سنه. اي انا 24 يعني كل ايام السنه موجود. اي كامل شتاء وخريف. اي هاي مكاني. برمضان اكو اقبال عليك. إيه طبعا اقوى. الله يرزقك اجمعين امه محمد وكل عام اجمعين ان شاء الله. يا اهلا وسهلا بكم، مرحبا. اهلا وسهلا. وين يروح؟ صيام؟ لا السلام عليكم. شلونك؟ شو اشتريتي؟ اشيل دهن حر جحد. هذا شنو؟ دهن حر. دهن حر لمن؟ اليك؟ لا والله زمان مرتين دودي له وين عمي؟ من اشتريتيه؟ من القريه اجانا يعني. ها شنو التصوير؟ هذا احنا قناه الشرقيه. هلا بكم، يتشرفون بكم. اي شلون السوق؟ شلون الصيام؟ والله الصيام زين بس الماده الحاليه اي الما عنده فلوس زحمه. اي بس المخفض سعره زين ما صار. الحمد لله ما تقصرون نشكركم. الله يوجهكم، الله يستر عليكم ان شاء الله بجاه الله. اللي ما عنده خرجيه زينه تعب شويه يعني. صحيح. انا اخذت تقاعد والله مع العسكري هم ما يكفيني والله الله وكيلك. ايش قد؟ 400. ال 100 تروح للمولد وللانترنت والله 300. مريضه ما اروح اطيب الله وكيلك. بس ما شاء الله وجهك يضحك. وجهي انا خير. اي وانتم خير. شكرا جزيلا. تسلمون تسلمون تسلمون. الله يستر عليكم ما تقصرون. الله يستر عليكم عمري. شديد في الطاعات. عامل بخير. والحمد لله. شلونك؟ شلون الدنيا عليك؟ والله الحمد لله. شلون رمضان؟ بخير والسلام. مسواقك؟ بخير. مسواقك شلونه؟ والله يعني ماكو فرق بين البارحه واليوم، نفس الشيء هذا الموجود موجود بالسوق. بالبدايه رمضان علينا وعليكم اجمعين، وهن الامه الاسلاميه يا جماعه بحلول هذا الشهر المبارك عاده علينا وعليكم بالمن والخير والبركات. ما يخص مثل سؤالك ما يخص المخاضه، ماكو فرق، نفس السعر مال البارحه كان سعر اليوم. شنو اللي صاير غالي شويه؟ طماطم البارحه كانت بلك اليوم ملك. المائدة الطماطم أساسي بالمائدة بحث صار 1000 اليوم 1000. شكرا جزيلا. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. العزيز رمضان كريم، كل عام وانت بالف خير. انت بخير ان شاء الله وجوعين يا رب. قبل رمضان ايضا هذا كان شغلك؟ لا كانت قبل رمضان كان عندي اللبلبي ابيع صبحيات يعني صراحه. هسه رمضان ابيع شربت يعني. زين البلديه شلون وياكم؟ كلش زين الحمد لله اشكر. برمضان شويه زينين؟ لا الحمد لله اشكر كلش زينين. بيش تبيع الدبيه؟ ب1000 دينار ان شاء الله. رخيص زين. الحمد لله وشكر. شكرا جزيلا. الله يسلمك. كل عام وانت بالف خير. انت بخير ان شاء الله وجوعين يا رب العالمين. Let's go. لازم نسوي مقاولة ونحيدها في الميزان. كل عام وانت بخير. شلون الاجواء تشوفها؟ اجواء رمضان حيل طيبه ان شاء الله. اي وحلوه وكل شيء متوفر وخير من الله. والله يستر علينا وعلى امه محمد. ابنك لو حفيدك هذا؟ حفيدي هذا. اي طالع وياك. اي. اسعار زينه يعني حكي. الاسعار زينه وكل شيء زين. والجو هم زين؟ الجو هم زين. الحمد لله والشكر. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. زين، الحجيه ايش طابخت لك هسه؟ ما اعرف، ما دقق، شكو شو يريد قدامي اسوق. شكرا جزيلا. الف هلا بك. الف هلا بك. لازم نسوي مقاولة ونحيدها في الميزان. يعني شهر رمضان تزامن مع ايام الاولى للربيع، وطبعا كركوك مشهوره بهذه المنتوجات انواع الالبان اللي اعتقد يحبها الصائم بالسحور وبالفطور. شلونك استاذ العزيز اسمك؟ الله يسلمك ويعزك. محمد ابو مؤمن. شكرا جزيلا. شكرا. هذا جبن مال شنو؟ جبن جاموس فاحي، وهذا جبن غنم مالح، وهذول جبن ابو ضفاير. اي مالح. هذا مالح؟ لا فاهي. وهذا مالح؟ مالح ومالح، هذول كلهم مالح. زين، اضافة هذا اللبن؟ لبن غنم. لبن غنم. زين اسالك، بيش السطلة مال لبن الغنم؟ لبن غنم السطلة مالته ب5. اكو مال معز يعني نزل بالبدايه كان 8 ينزل من الموسم ماله ايش قد ما يجي ينزل. هسه ب5. هسه ب5. اكو مال معز يسموه غنم، هذاك ب4. هم يسموه غنم بس الغنم ب5. 5 اي 5 بس ما يعرفون الغنم ويا المعز. ما يميزوا. ما حد، بس انا اقول بقر اكو بقر السطله مالته 3، والكيلو مالته اكو بالكيلوات غنم. اكو نوعيه يسموه خرياتي. خرياتي ناشف، هذاك خلصت اهل بغداد اجوا اخذوه الحمد لله والشكر، اخذوه خلصت. وهذا الجمر ايضا ياخذون الناس للسحور، ياخذون العصر يجون. الاسعار زينه انا والله كان ب8 وهسه اي نزل لانه مو وقت الشتاء، وقت بدايه الشتاء ماكو غنم. هذاك الوقت صاعد لما يجي بالربيع تقلبها تنقلب اعتيادي ينقلب. هذا يقولون ينقلب، هذا يسموه فراز، هذا يقولون ينقلب وما يمشي. هذا مطلعني الدسم مالته شو يسوي مثل الطين مثل هيك. هذاك يسموه شو يسموه؟ يقولون فراز، لبن فراز مثل الناشف يخلون بالك. وهذا حليب، هذا حليب اي حليب مال بقره، حليب مال بقر. شكرا جزيلا، رمضان كريم كريم للجميع ان شاء الله، وكل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير ان شاء الله، امه محمد ان شاء الله. ما تريد تقول لنا غير شيء؟ والله الحمد لله، والله الحمد لله والشكر. اهل الشعب العراقي كلها من جفاو للشمال، امه محمد كل الشعب العراقي. تاج راس، الف الف. طالع تتسوق اي وصايم ان شاء الله. ان شاء الله. شلون تشوف الاجواء وبعدين الاسعار؟ والله حيل زينه. هذا يمكن صار لنا 20 سنه ما شايفين رمضان بهذا الجو. اي والله، لا والله ما شاء الله رمضان خير وبركه وما شاء الله زين وهم واستبداد وخير ما شاء الله. شنو مزوجك حيل بالسوق مثلا؟ سعره قايم؟ والله ما مزوجني شيء، شوي بس اللحم. بس اللحم؟ اي. نعوضه بالدجاج والسمك ان شاء الله. ان شاء الله. والله بيكم البركه ان شاء الله. زين، اخوتنا ايش طابخت لك اليوم؟ ها؟ اخوتنا ايش طابخت لك؟ والله خير وبركه، شوربه و ها خبز عروق، كباب احنا نقول له خبز عروق، ولحم دجاج. والف عافيه مقدمه، عافية. رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. الف خير انتم، ممنون. يدعي علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. الله عليك. ان شاء الله، مرحبا. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. علينا وعليكم، ان شاء الله كريم على امة محمد. شلون تشوفين اجواء رمضان؟ الحمد لله والشكر. الاجواء زينة؟ زينة الحمد لله. والاسعار؟ والله اسعار بعد على السوق خير. اي زين، انت هسه مو المفروض بهاي الساعة تكوني بالبيت تطبخين؟ اي طبعا. اي راتب قليل تقاعد عندنا وعندي عائلة. اي عندي. فمجبورة تشتغلين؟ اي طبعا، عندي يتامى وطلاب بالكلية، فأنجبر أخيط. شكرا جزيلا اليوم، ورمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. حبيبي علينا وعليكم، يا هلا وسهلا. هالاجواء والله اجواء، والله اجواء زينه، حياه اجى رمضان حياه والله الحمد لله. كلش شو اسمها؟ رقيه ما شاء الله، بنت اخويا. سنه. احكي لي على رمضان كركوك شلونه؟ والله اجواء زينه ان شاء الله مثل السفره، شلون السفره طلعت؟ أي. نفس السفره. اي والله اليوم طلعنا نسوي منا كذب على السائدين احنا. ان شاء الله اجمعين زين ان شاء الله ممنون. شكرا. يعني ساكن ويا عائلتك انت؟ اي ان شاء الله. عائلتكم ايش قد كم نفر؟ والله احنا بالبيت 10 نفرات. ما شاء الله. اي والله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. واكيد الكل صايمين. اي كلنا صايمين. ممنون جدا. حبيبي رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير حبيبي. يا هلا والله. عزيزي رمضان كريم وكل عام وانت بالف خير، شلون تشوف اجواء رمضان؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم مع العراقيين اجمع واهل كركوك خاصه وكل العراقيين. الحمد لله رمضان خير وبركه. هالسنه تختلف عن السنوات الاخرى، احنا نشوف السوق الحمد لله كل شيء بمكانه والاسعار اعتياديه والوضع مستقر. ونشكر قناة الشرقية وجزاكم الله ألف خير. احكي لي على أجواء أولاً واحكي لي على أطباق كركوك، شنو طبقكم الرئيسي بالإفطار؟ احنا كتركمان عندنا الباتشا والدولمة كلش مشهور عندنا، هذا أول شيء. والدولمة هم يعني مشهورة، احنا بالتركمان نسميه يرباخ، ولكن اليوم مسوين تمن أحمر ويا تشريب لا ويا تشريب دجاج. الخير هواي الحمد لله والشكر. الحمد لله. والاجواء هم زينه؟ الحمد لله اجواء زينه ومنبرحه الحمد لله، يعني حقيقه الليله الرمضانيه اليوم بعد بيان رمضان في انحاء العراق وفي العالم اجمع وفي كركوك. شكرا جزيلا، رمضان كريم وكل عام وانت بالف خير. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير. اكيد طابخين بالبيت لكن ايضا تفضلون يكون طبق من السوق هم يعني. شيء طبيعي يعني هم ناس مطعم ما شاء الله مرتب كلش طيب. فواحد الا يطلع المغرب يضرب برا يجيب شكو ماكو. الا يجيب شكو ماكو. رمضان شلون الاسعار؟ شلون الاسعار؟ ما شاء الله الصراحه فول، اسعار حيل حلوه، اسعار مناسبه. اكل نظيف مرتب باو عليهم شلون مرتبين. فماكو اي مشكله الحمد لله ورمضان. برا الاسعار شلونها؟ والله زين الحمد لله، خير وبركه، بس الحمد لله اهم شيء الامان. اهم شيء الامان. شكرا جزيلا، رمضان كريم وكل عام وانت بالف خير. جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله بخير، الله يسلمك، يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين. حسب الطلب تشتغلون؟ حسب طلبات الفطور بالكيلوات. زين. كباب لحم وكباب دجاج. كباب لحم، كباب دجاج، مشاوي عامة، تكة دجاج، اجنحة، دجاج شوي. اي. بالكيلوات بالكيلوات كل رمضان ايضا اكو اقبال عليكم. اي رمضان اقبال الناس يعني يحبون. اسعاركم شلون هم زيتوها؟ لا الاسعار ثابته مالتنا. كباب الدجاج، كباب الدجاج، كباب اللحم، كباب الدجاج 8 الكيلو 16 شيش، اللحم باقين على اسعارنا الثابته و 16000 اللحم العراقي يعني، والتكه 10 الاجنحه 10000 دينار، الدجاج شوي 8000 اكو اسعار 7000 دينار. زين انتم مسموح لكم تشتغلون يعني؟ اي مسموح لنا اوقات الفطور، مسموح لنا نشتغل اوقات العمل هاي الفتره. شكرا جزيلا. على راسي. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى العراقيين اجمعين ان شاء الله. حجي السلام عليكم. حجي شلونك؟ حبيبي صحتك امورك؟ سلمك. شلون تشوف السوق الاسعار شلون تشوفها؟ حيل زينه. ها والله. انت مربي ايش تبيعونه؟ تمر والله ما قاعد بس طيب يبين. ما ماخذ. اي. بعد اقول له بيت التمر. شلونك ويا الصيام؟ انت شوي كبير بالعمر. الحمد لله صايم. صايم؟ ايوه. ايش قد عمرك؟ عمري 52 يعني مواليد. مواليدك؟ مواليد 52. الصيام ما مأثر عليك؟ والله ان شاء الله ما يأثر. ان شاء الله، الله يكتب لنا الاجر لنا ولكم. شكرا جزيلا. رمضان كريم وكل عام وانت بخير. هلا بيكم هلا بيكم. كثير هلا. صاعد؟ صاعد 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 هو كان هذا ب 750 و50. والله نبيع بطيخ نبيع بصل نبيع انواع الخضروات يعني نبيعها زين الحمد لله السوق زين بس شوي بالغلاء نوع الغلاء زين بس اتري المواطن ما اقدر اشتري بصوره صحيحه غالي البلديه زينه وياكم زين الحمد لله كل الناس زينه مو البلديه بس شنو الاسواق غالي من يصير هنا غالي هنا ما اقدر الناس ما تشتري يعني ادري البطيخه بايش تبيعها والله جاي نبيع 500 الكيلو اي بطيخه 500 بصل 500 نبات 4000 الحر شلون ما مأثر عليك؟ لا الحمد لله زين اضحى زين كله انت صايم؟ الحمد لله كنا صايمين يعني المطعم كله صايم بس كان صايم الحمد لله انا صايم بكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم الحمد لله شلون تشوف السوق؟ والله زين بالصعوبة زين يعني الامور زينه رمضان هالسنه شنو فرق عن رمضان العام الماضي؟ ما في فرق نفس الشيء اي فرق ما الجو شلون الجو حيل بارد ما شاء الله حيل الجو زين حيل الاسعار تقريبا مناسبه انتم هنا بكركوك شنو طبقكم الاساسي بالفطور؟ والله كل شيء شلون؟ والله شيء ما نوفر. يعني اليوم طبخكم شنو اليوم؟ ايش طابخين اليوم؟ والله دجاج ولحم وطماطم وخير من الله. شكرا جزيلا. هلا بيك. رمضان كريم. يسلمك. هلا بيك. رمضان كريم. يلا نمر علينا وعليكم. اي شلونك؟ حيل زين. شلون الجو عليك؟ شلون رمضان؟ فاخر. الله عليك. والله زين. الاسعار شلونها؟ الاسعار ما صعده حيل يقولون. متوسطه. اي نعم. زين يعني. والجو شلون الجو؟ الجو فاخر. انتم بكركوك طبقكم المفضل شنو؟ هسه ايش طابخي لك بنتروح؟ والله ما دحت على المطبخ. اي ما ادري الا ما عندك فكره الا يرتمي قدامي الله عارف. اي شلونها كهرباكم شلونها وضعكم شلون بكركوك؟ والله شيء على شيء ماشي زين زين زين. رمضان كريم وكل عام وانت بالف خير. اشكرك. الله يسلمك اخويا. شلون تشوفين الاسعار والمسواق؟ والله غالي على رمضان، المفروض يفرحون الفقير يرخصون المواد، المسواق يرخصونه. هو اكثر شيء اللحم شويه صاير غالي. اي طبعا اي طبعا مخضرها مصاعد. اي والله اخويا. انت مو المفروض هسه بالبيت تركبين تطبخين؟ اي طبعا محضره فطور يعني. كل شيء حاضر. اي والله. شنو طبقكم الاساسي هنا بكركوك؟ اكيد مرقه وتمن. اي ماكو غير شيء. وعدس هاي شغلات 100% العدس. وتقعدون انتم العائله كلها؟ ان شاء الله. اي ان شاء الله. اي ما مثر عليكم رمضان الحار؟ لا لا الحمد لله زين الجو. لا لا الجو زين حيل. شكرا جزيلا اليوم. اخويا ممنونه منك. الله يسلمك يطول عمرك. والله هي اليوم 1200 جمله. هنا تنتهي التغطية ضمن برنامج عين على رمضان. ألتقيكم بتغطية أخرى ربما تكون نهارية وربما تكون ليلية. حتى ذلك الحين أستودعكم الله.